مورنينج، اليوم شكلي وايد غريبة بهالشي الصراحة. I'm going to the gym, so that's fine. صح ولا لا؟ So عندنا توني رجعت من الجيم. By the way طلبت اليوم double shot, hot double shot, بس بدل ما يستخدمون لي half and half استخدمت coconut milk. It's still good. وطبعا اكيد اقل بوايد الكالوريز. دعمت ريلي في نص السرير. هنا انبوكسينج. بس اول شيء ابي ابطل شيء واصلني شركة بي ار. عقب بسوي انبوكسينج. الله واصلني شيء وايد حلو. احس ما يناسب اني احطه مع شيء ان بس اتس اوكي. واصلني العطر الجديد من جورجيو ارماني. ان شاء الله يكون سوى فوكس. باي ذا واي بغير الكاميرا. انه خلاص احس انه لازم تتغير. وايد احب هالعطر. ماي واي رهيب. اللي عندي خلصته اوريدي. نزلوا منه انتنس. هذا هو ماي واي. اي لاف ماي واي. اي لاف ات. وهذا الانتنس خلينا نجربه. رهيب. يشبه العادي بس شويه مور انتنس. I love it so much. Thank you, Giorgio Armani, على the beautiful عطر. هذا العطر حلو حق for me, حق صبح وليل. أتوقع حق معظمكم حق ليل. خلونا نسوي unboxing حق مشتريات شيئاً. Is this شيئاً? This is not شيئاً. Tash by Fines. A hidden gem in Australia. Okay. Allah. Cute. Siania. The essence of Australia. اسمه Goldified and Banks. Nice. This is really nice. Thank you. Now. To Shein. طلبت قميص. أبيت هاي شو مدري. طلبت بلوزة بيضة. أراويكم. لأن ما عندي. Like kind of linen. أحس هاي حلو تلبسونه بروحة أو as jacket. عرفته؟ إحنا طبعا الجو بعده لأن الحين نقدر نلبس السوالف. So أحس هاي wardrobe staple. So خفت هذي. It feels like linen. It's nice. استشريت أشياء متنوعة. خلينا نبدأ بالأبيض. خفت هاي. خفت ها تنورة. تنورة بيضة. حسيت حلوة بتطلع. صح؟ سويت تنورة بيضة. أحس حتى مع هاي بتطلع حلوة. Mixing patterns. Mixing fabrics. اوكي. شريت بعد دوتي ابيض. لانه ما ادري حسيته وايد حلو. وانا احب البلاك الوايت هيلز. سو واي نوت. خضرا. هذول اسهل شيء تلبسونهم واسرع شيء. فخفت هذا اللون. اوي شفافة بس طلعت. مشكلة شي ان ما تعرفون. هذا القميص خفتها يعني واسعة لان احلى تكون شي مريحة. سايز لارج. كان المفروض اخذ اكس لارج بعد مو بس لارج. هذا القميص وايد واسع. البنطلون يعني شو. هذه اول بدلة. خفت نفس البدلة اسود بس هاي different material. سو هذا اللون الاسود. هاي خفتها اكس لارج. ستوكينجز اسود يكون يغطي الريل كاملة يعني ما يكون شفاف ابدا لان الحين دخلنا الشتاء. احس بيطلع حلو مع اذا لبستو شورت
سكيرت او دريس يكون تحته ستوكينجز، ما اعرف شنو اسمهم، ستوكينجز اسود. اخذت هذيل لاني حسيتهم وايد صايرين موضه. هذه كبيره، اوكي. سكيرت غريب، انا ما طلبت هاي. Anyways هاي اخذتها سكيرت، بس ليش اخذت سكيرت بدون قميص؟ That's weird. اخذتها لارج بتطلع كبيرة شوي. Anyways بضبطها مع اي شيء. اخذت دريس، I love these dresses، بس لازم شوي انتظر لما البسها هني في الامارات يعني بعد شهر. وايد حلو، وايد حلو. اخذت بعد بدلة خضراء، بس هذه اكثر حق المهمات الصعبة عشان الماتيريال مالها بعد، وعشان ستايل البنطلون تشوفون من تحت. فهاي بس بعد احسن، ما بتكفيني القميص. اوكي البنطلون دائما مو بوكي. انا عندي ياي ليشيب لايف، اخذت هذا الدرس بعد يكون وايد حلو حق السفر، حق هني يوم الجو يصير حلو. So nice. طبعا هو قصير، بس عشان شي انا شريت معاه هذا. Very nice. والله انا يعني مستعيلة على الشتاء وهو بعده ما وصل. عندنا سفرة قريبة، so maybe. هذا شنو؟ I don't know what this is. بنطلون وقميص وبس. هاي كانت مشترياتي من شيئين. Not so exciting الصراحة، لأنه anyways I love the جوتي، I love the هاي الأبيض. Actually I love what I got. I love what I got. البدلة الخضراء، هذه البدلة الخضراء حلوة طلعت الصراحة، not so bad صح؟ So guys the plan، oh my god على الظلام. Okay so the plan كان ان البس اتمكياج اتصور. بسم الله تتهيأ لان في حد قاعد على الدورفة اللي وراي. وبعدين اتلاقى مع نغم. سو البلان كان اني انا اتمكيج واسوي شعري واتلبس واتصور، وانا تصورت اوريدي. واي ثينك بتشوفون الصور اوريدي، بيكونون نزلوا على الانستغرام صور لطيفه وخفيفه حق الانستغرام. كان المفروض ان اتلاقى مع نغم ونصور ونروح نتعشى، بس صار لها ظرف. فانا الحين ميتة من اليوع، واليوم يوم الجمعه، بس I don't care، بروح أتعشى بروحي. اليوم أنا ما ماكلة ولا شيء إلا الشوربة. بطلب لي grilled chicken، أحس I need it، I'm craving it. So that will be my protein for the day. Hi guys، قاعدة أتجهز لأني بروح التمرين. So حفظته، I'm using Eve's Rocher أو Eve Rocher الفترة، and I really 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 like it. وايد ناعم على البشرة، which I love. It's so gentle. Okay so أول شيء حطيت الأسنس، بعدين المويسترايزر. بس أكيد في خطوة زيادة أسويها إذا بطلع هالوقت، وهي سن بلوك. بستخدم هالمرة الآي كريم من Drunk Elephant. I like it. It's nice. بستخدم السن بلوك من أذن اسمه أوثيرمال، very high protection. It's not my favorite to be honest with you، لأنه شوية أحسه شيء ثقيل، بس اللي أحبهم كلهم I think مخلصين من عندي.
او لازم ارد اتشيك لانه this is really nice من summer fridays lip butter balm it's really good. اوكي سو البلان اليوم هو كالتالي, اول شيء تمرين, بعد التمرين ابي اروح المول, معنا اليوم السبت وانا اتفادى تماما اني اروح المولات في الويكند. بس ليش بروح؟ لان الحين مو قمت انزل وايد فلوجات وشي, ف ابي اشتري شنطة جديدة. كان في يعني دائما اشيل معي اللابتوب وما عندي حاليا شنطة تناسب اني اشيل معي اللابتوب واغراض الكاميرا وهالسوالف, ف في شنطة في بالي ابي اروح اخذها ان شاء الله تكون موجودة من فترة, يعني ابي اخذها بس احس ان الحين خلاص it's about time اني اخذها. وبس تمرين نص ساعة بعدين المول, طبعا بوقف سيارتي في الفالي بروح اميرتس مول, سو دخلة وطلع على طول. يمكن اشتري external, مو بيمكن اكيد مدام رايح اميرتس مول, لان احتاج external drive لان لابتوبي خلاص وصل مرحلة اللا عودة, فما اعرف هل اذا شريت external drive ممكن يتعدل الموضوع ولا خلاص لازم اشتري جديد. we'll try I'll see. و I'll have to edit this vlog وانزل لكم on time, so ان شاء الله ان شاء الله fingers crossed. Thank you.
because it's the next day. أمس ما قدرت. أوبس في شيء على الشاشة دقيقة. أمس ما لحقت إني أسوي أدت حق الفيديو، شو بكمل اليوم. اليوم عندي إيفنت وايد حلو حق سيرافي في بلو ووترز. أنا ما أروح بلو ووترز وايد، so I'm excited to go. And yeah, I love سيرافي. أحب البراندات العناية الطبية. So بروح اليوم نشوف what's new with them. اليوم لبسي all white and white. وبما أنكم حبيتوا وايد العدسات اللي لبستها آخر مرة، لبست العدسات الجديدة من جويل. هذيلا اسمهم كروكودايل. هذيلا لحظة نشوف إذا يوضح أكثر شيء. هذيلا أكثر darker. I'm not sure if it's my kind of color، بس في ناس يحبون هالألوان. أنا أحس علي يناسبني أكثر الأخضر العسلي أكثر من هالألوان. أحس هالألوان ما تناسب وايد. Anyways, let's go to the event. So المكان هني وايد حلو. طبعا أنا لابسة كعب، إن شاء الله شي يكون أوكي. Look who's here guys. Her hair color is everything, and look, she likes my bag. She is into bright colors. So this is Heiko. Heiko is the one of the best videographers and photographers for Dubai. So is into bloggers. Dad, do you work only with bloggers? Well, brands in general, whoever brings in money. Exactly. So you can hit her up on her Instagram. Thank you. روعة. الجو بعده يبي له ينزل درجتين بس بيسوي، بس الحين بيكون في مثل presentation وبس. صورت outfit photos. هاللبس ما رويت من السيارة. Basically white on white on white مع هاي الشنطة بالانسياغا. بسوي أدت حق الفيديو الحين، وهذا هذا الاكسترنال درايفر الجديد اللي شريته، المفروض انه يشتغل على الماك. ان شاء الله خير. I'm gonna say bye لأن الحين I'm gonna end this video. Thank you guys for watching. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت، and I'll see you in the next video.